ومركلة إيا برنامج كيني سعودال كاسومالي نيس قيبتي سي لباد داوضي الوحانكو سوقاضان اينا قيبتي لباد إيا برنامج كاسعودال كاسومالي نيس سفركو سوقاري ديگان نبادان وكاتيرسان قوال كاسول مدحوينها سومالي لان أحمد محمد محمود سيلانيو يوفتي بلادان وهقامينا يي مدحوينوهو وأنا كافرنا وكاغمات إلى وحورة هل دري أنا سنة وكاغمات هل كان يحوي ماتوا ودا سدح كيلومترين عنكو دوبا حيث كونفورتا أو هاكا فارسولك سوري ودا ديك هاي نسلنا كوسوكا صوبيزا سوكا هاكا وهنبعدك دون سدح كالي مدحوين ومركيا مغاوزة كورشياشي وكولايمي أديو غراتين لفوليو لحدا كيلومتر ودا يدا وزير يولا جود وزير وزارة المالية دا يدعي أن كمسي أن كوشة خوشياشة ولا تيا أقبلين وعمر كاجي فلين ماذا حوينا وطلع من بعد هنا ووضع ما أنت هالبولة مقالة دي أو يرينا يسس حمد دا جديد كا وأنا وحقبت كي حكومة سلا وحنكور جيرنا نكوسة روينا إن هذا ما فرطه
وضحك كيف جرت على الوزير كوزه لو قلت له اسمها كلي روم وغدانا وغيبتي شيبارك وغيبتي ودسمو هذا كسره وغيبتي غف مركو شوكسن يهاي كسر بحق غيبتي خلين كلا دقيو السنتفت كاريو غيبتي عهورته لتشوفين يي بحالك أنا كم مغتيا دنا وغيبتي عرنا فقر دران تمر كي كده عدو غف كلا دقيو وده هاديرتي غيبتي مركا انت هو انت هلكا وحكت وشيء ده بلاد بانك واسنين وحكت وشيء سنك عن تلو هيو تلاقيه دينو يالين وحد ديك وحيو وسيارته كده وسيركو سلمان عيسى حق التوسي هو كياني وسيبة من كيس كديبو أنا برضو ديجلو وين الله يرحمه تيم الله يرحمه غيبت هو أنت
حقا وحقا سعودي هنا هلك وغيبت ميت غيبت هذا اللي بقولي لك عن تلوه هي البركة كمرق البركة عن تلوه هي وغيبت هذا اللي جاه هي هنا تدبي وتوان اسمه سجال بحد بلوده أو عن تلوه هي ويحكي كنا أو عن تلوه هي كمرق هو أنا قاعد نوكل هور مريه سهل بنا نوكل هور مريه دكتور قليل بصوص نوكل هور مريه مرك إن شاء الله وهم دقائقنا وهم دقائقنا قيبان كل مهم كذي لا يزن. كل كل حتى. غيبت أو غيبت قلينك حقة وحين صورنا قبل غيبت قلينك دو مرك. مرك غيبت كل حتى. لقاش قيني قعدت كل وجه الشركة ده البركة قعدت كل وجه تاك مرجع هو شو والله وغيبتي شغال هو أي سيحانيين مرك ورديها قد جان. قلينك قص أبو حان وقريه لقونا سنة أي سيحانيين وي. غيبت هكلا هالكاس هذا صعود كمرجع قعدت البركة قعدت كهيا وقيبتي إمرتش لا وعيادة كسر دعيين إمرتشيات كسر دعيين فرمسي قبيلة هاي لاب قبيلة هاي أو بدي قبيلة هاي أو وحياله وسيركو مركيا ونشقت تلاقي نو سيركو فنا لاسكريجي بكم إذا هاي وقيب عصري على قد سيا أو آد خاطر تدل جد جان بليهين قيبتي شبار جاري ليهين مركات اسمه هو هذا واحد نوع بلاده واسعال تدبي ثور اسمه لمش مريا كون أدرفوف كلاجا قاله ورهابليتيشن سيد وسيركو بروف كريجي وسيركو صار دعاف ما تستلبان oo bixiyay weyn laga dhamaan la rehabilitation ugu sameeyay qaybaha kala taagan marka mudane madaxweyne mudane wasiir hawsha halkaas ay maraysa waa noo dhaqaaqday shaqada laba qaybo oo socota marka qayb waa baaral oo shaqadii dhaqaatiirtii hawsha ay ku jiraan waa shaqaynaya qaybna shaqadii kambariga ayaa dhismihii baa socda oo labada hawlood cusaarku ma xidna marka baaral anaga shaqadeeda caafimaad baan wadnaa kambariga shaqadii soo wataa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أمك كجدة وحنسوك عينا وربحين كوبن كسيو ملحوينها. مشاريع هذا وقليه بس عنا ده بالله رنت هاي
لكن مشروعه ومدحوينه وقوم بيهي عافماتك مدحوينه دلال بدن وادوك السميسي دنين بدن او سميسي يدلال بدن او سميسي ايا وحا كانتي ان صندوق هرمرينتا سومالي لان اس دي اف اي عافمات كهلو 3 مليون او دولار او لجلنيو اسبيتال كا مغالدة لاسعانو مدة سنة هي بيرات كهرة هي هوشة سينمات سيبدا حويني لكن هذا هي implementation كي ما شغلة بلو جدي وبلا مي وحد صار يسمى ده حويني بسمية شيء أسبتال كا أسعلا أسبتال كا واحد بسمى ده حويني إنجليزي كي أفرت سن يسديدي إنجنير علي جردي هذا الشيء لقد صوت بلاو ما أنت دولتي هي كلا دمبي الصومالية وحبا كما يقبل إنجليزكا هي ما دحوين السي آي يو وحبا ما دحين وح وح كم من نغن دولا لاجسيسكا أذكرتك تيبو نغن دولا بسمها بسم ياش إنجليز كتجي تدبر بسمه ما دحوي نهايا تدبر بسمه أو آدي آدو جبروبي أو قاركود دنسيه وحايم كلاجو دري أو لبس يا تدبر إيو طبعا بسمه أو عصب إيو تدبر دي هرة أو دبلو حاجة تني مركا أستوى كم هو كم نام دونا أفر إيو لباتن بسمه وكل قدسن راح وين واحد كل شيء مشروع دخاتير صدحة هي كل شيء ومن هي قلينك من هي دمرك من هي سوحية واحد كل شيء قلنا أفريق كنتم شغالا وأفرنا أيتهاي قبلك عثمان قبلك كنتم أيتهاي دخترك waxa ku jira daawada oo laga keenayo hay'ad la yiraahdo IDA oo Holland ah waxa ku jirta waa isbaqalna iska bedel waxa ku jira qalab wax la yiraahdo waxa isbitaalku u baahan yahay in la soo iibiyo la dhigo mashruucu qorshihii si hore wuxuu ahaa laba sano waxa ku jira running cost-igii ama dhaqaalihii isbitaalka lagu wadiyay oo dhan laba sano ahayd mashruuc laba sano ahaa laakiin habsan ka yimid dhinaca SBF-ta ayaan waxaan luminay afar bilood imika oo sanadii sideed bilood buu soconayaa annagoo filayna in la kordhin doono insha Allah madaxweyne bismaha nimika aad martay maxadkan waa wax qabadkaagi markii wasaaradda lay dhiibay halkan aan imido iskuulku wuxuu ku jiray guri kira ah maantana waad aragtaa bisma 300 oo kun oo dollar oo aad adigu bixisayba ماذا هو أنا وسير كي عفماتك أنا وسير كسوت شيدا ديان كنا بقول كي بقول بقول كي بقول وحن كارم هذا عن ليه وحقلت كهجر لأنت عاد جلسي ديان كنا دولتي هراء سومالي وحل سكورن شري أما هن نقطة تي سيفيليان كهيد أما هن نقطة تي ميليتري كهيد وحبا ما يقبل وحبا كما يقبل هالكن كنت لي أنا ومر شوي كترتي وحر من كين وحر هو هذا هو الأمان يصرف هي
نجمودن تهاي ونكون بهذا علينا يا أنا كل الله يأفكا شعبك ديجان كنودن أدي أدي يا دول ما هسنتيني مكنا وحكسر دوين يا ardaydii lagu bilaabay iskuulka maanka bilaa ee waxa markii hore waxaan la geeyay iskuulka beer baan la geeyay oo aanu 4 iyo 5 ku qaadanay dabadeed markii uu dhamaaday baan la ka soo celiyay beer oo halkana lagu soo celiyay ee dabadeed iskuulkaasi waxaan aragtay hadda sidii yahay iskuulka waxa ku dhacay burbur ee aadidii la ugu jeedaan marka intii dadkii qaxootiga xamarka yimiba galay oo iskuulka saa u galay iskuulkan dabadeed intii madaxweynaha axmed maxamuud jiiraan uu joogay ayay garteen in iskuulkii dib loo shaqaaleysiiyo marka saddex mashruuc oo waaweyn oo laascanood ka hirgalay oo madaxweyne axmed uu ka hirgeliyay buu ka mid yahay saddexda mashruuc oo ah wadooyinka oo magaalada awl xidhnayd hadda laysu furay waxaa fuliyey dowladda axmed maxamuud jiiraan iyo madaxweynaha mashruuca labaad waxa weeye cusbitaalka ood hadda soo martay inaad idinlihiina idinla ku soo aragteen kaana dib baa loo kicinayaa iskuulkan baa ka mid a saddexda mashruucii waaweyn ee laga hirgeliyey gobolka saddexdaaba waxaa fuliyey madaxweynaheen iyo biyaha intaaba waxaa fuliyey madaxweynaha maanta halka idinla jooga odhan maayo odhan maayo intaasaa dadka ku filan laakiin dee saddexdii boodhiga dabeedna hadda baahi baa timi iskuulladii dhulkii miyiga waxa laga wada sameeyey iskuullo wada intermedian oo oid laga soo baxay iskuulladii dhulkaa tuulooyinkuna male secondary school dabeedna dadkii cilmihii halka uma soo raaci karayaan secondary si ay magaalooyinka waaweyn ugu helaan marka waxaa la yidhi wara ilmihii tuulooyinka ka soo baxay aabihiina dadna halkan aan u joogin dee iskuulkii waa ka baxayaa waa lumayaa ilmihii marka waa in laga reebaa dadka boarding school secondary oo ilmihii halkan lagu hayo sidaasaa taladaasi ku timi sidaasaa taladaasi ku timi madaxweyne tale ugu dhaceysan oo saxna way ahayd iminka iskuulkan sida loogu talagalay wuxuu qaadayaa 450 arday oo boarding ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho hadda waxaanu ku sii bilaabaynaa iskuulku wuxuu dhammaanayaa sida rajadu tahay february 2017 marka intaa la gaarayo waqtiga iskuulku dhammaanayo ardadiisii suu dibaddaan wax kusii baraynaa guryaanu u kiraynaynaa kalaasyo ay wax ku bartaan baanu u kiraynaynaa dabadeedna marka iskuulku dhamaadaa dadkaas soo gooyaanu halka la keenaya horta qorshaha iskuulku madaxweyne waa sidaa waadna ku mahadsan tihiin maatika aad soo booqateen intaasaan kaga baxay boarding ah dabeedna hadda baahi baa timi iskuulladii dhulkii miyiga waxa laga wada sameeyey iskuullo wada intermedian oo oid laga soo baxay iskuulladii dhulkaa tuulooyinkuna male secondary school dabeedna dadkii cilmihii halka uma soo raaci karayaan secondary si ay magaalooyinka waaweyn ugu helaan marka waxaa la yidhi wara ilmihii tuulooyinka ka soo baxay
aabihiina dadu halkan aan u joogin dee iskuulkii waa ka baxaya waa lumaya ilmihi marka waa in laga reebaa dadka boarding school secondary oo ilmihii halka lagu hayo sidaasaa taladaasi ku tibi sidaasaa taladaasi ku tibi madaxweyne tala wanaagsan oo saxna way ahayd iminka iskuulkan sida loogu talagalay wuxuu qaadayaa 450 arday oo boarding ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho hadda waxaanu ku sii bilaabaynaa iskuulku wuxuu dhammaanayaa sida rajadu tahay February 2017 marka inta la gaarayo waqtiga iskuulku dhammaanayo ardadiisii suu dibaddaanu wax ku sii baraynaa guryaanu u kiraynaynaa kalaasyo ay wax ku bartaan baanu u kiraynaynaa dabadeedna marka iskuulku dhamaada dadkaas soo guurayaan halka la keenayo horta qorshaha iskuulku madaxweyne waa sidaa waadna ku mahadsantihiin atika aad soo booqateen intaasan sheego wasiirkii ugu horreeya tacliinta markaynu xamar isku darsalnay wuxuu ahaa cali garaad jaama cara dhulbaanti waxay lahayd intaa wixii ka horreeyey iskuul hoosoo iskuul hoosoo horfadhiya iyo kalaas alday xamarka la aadi jiray 1960 in ciyaal baa bedeli doona ayuu saddex mashruuc ugu cali garaad ka fuliyey deegaanka kan wixii ingiriis ka dambeeyey wuxuu fuliyey anuka elementarga aan galay kan ma gelin sheekh baan intermediatekeyga galay laakiin halka waxaan maqli jiray afar dormitory garaadkaa ku jiri jiray weliba a class ba one isaga niman lmayarna one iyo two isu geli jiro axmed cumar jaacli oo hadda PhD maraykanka ah waxaa loola jiray mid daawad silsilad qaybta londariga dharmeyrka sida loo yaqaan muxuu ahaay laboratory labka iyo waxyaalo kale oo gureyra gaarhawsyo iyo deyr lagu kala qaybinayo wiilasha iyo gabdhaha iyo idamkeeda leh waxyaalo casriyasan iyo dayactirka macalimiinta iyo maamulaha aqaladooda iyo waxyaalahaas buu u qaybsan yahay waa mashruuc aad iyo aad u culus u baahan in aad iyo aad loo muxuu ahay taxadaro xogaa waxyaalaha noogu adag waxaa ka mid ah 1963 iskuulka la dhisay iyo 2016 sancadii ahayd saanu isu waafajin lahayn xagga dayactirka iyo dibudhiska ha waa wax aad iyo aad u kala fog waxyaalaha noogu adag waxaa ka mid ah dhagaxa aad arkaysaan oo berigii hore meesha lagu dhisay iminka uu ka dhammaaday waddanka oo la heli maayo waxaan isku dayaynaa inaanu buuro qodno si aanu usoo saaro bilicda si ay isugu ekaadaan oo waxaysmaan haddaanu nahay shirkada mashruuca fulinaysa waxaanu aad iyo aad ugu dadaalaynaa abdulahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah aad baan ugu faraxsan inaan mashruucan muhiimadda weyn la kasoo qayb galo aad iyo aad bay tacliintu muhiim u tahay waxqabadka horumarka iyo aad baa waa waajibaadkii xilka naga saara qaranka naga saaran weeye inaan hawsha ay fusho oo mashruucaas weyn u hirgalo waa mid aanu kudigan ku wada dadaalayno gacan weyna ka geysanayno waxla wixii waajib nagu ana waa ka dhammaysanayna waa ka gudbinayna insha allahu tacaala
الرحمن الرحيم. صعب ولا ريان ولا تشيل نور ولا ريان.